مساء الخير. مع تطور الإنترنت صارت كلفة المعلومات منخفضة كتير، وانتقلت القوة الاقتصادية من الأشخاص اللي بتسيطر على الإنتاج إلى الأشخاص اللي بتسيطر على المعلومات. وبالعالم الجديد شو هن الشروط اللي لازم تتبعها البلاد تتكون منافسة بالاقتصاد الجديد؟ رونالد، أول هالشروط هو يكون عندك نظام تربوي عنده جودة، يعني عنده قدرة تنافسية. مجتمع معرفي مبني على المعرفة هو مجتمع في نظام تربية جيد. لازم نطور النظام التربوي. من زمان كان النظام التربوي مبني لتلبية حاجات قطاع إنتاجي عمودي تسلسلي ومستقر، أما هلأ صار القطاع الإنتاجي غير أفقي غير مستقر، ما في تسلسلية. يعني مثلا التربية من زمان كانت مبنية على التسميع والحفظ، أما اليوم صارت مبنية على التحليل والتفكير مع كثرة المعلومات. والشرط الثاني أديب؟ الشرط الثاني لازم يكون عندنا نظام تمويلي بمول المبادرة الفردية والابتكار واتخاذ المخاطر. والشرط الثالث أديب؟ أكيد لازم يكون في ليونة بسوق العمل وبالاقتصاد، يعني الدولة لازم تنظم الحماية الاجتماعية ولازم تأمن التدريب المستمر، ما تضلها تحافظ على القطاعات الموجودة. والشرط الرابع؟ الشرط الرابع هو يكون في بنية تحتية أكيد. يعني تكنولوجيا ومواصلات جادة. وكمان بنية تحتية قانونية، يعني أكيد حماية الملكية الفكرية. والشرط الرابع أديب؟ يكون في نظام ضريبة بشجع المبادرة وخلق القيم المعنوية. وبالنهاية أديب؟ بالنهاية لازم تكون المنافسة هي القاعدة، المعلومات لازم تكون حرة، ويكون في نقاش يتشجع نقاش على الأفكار مش على البلا طعمة. كتير منيح أديب. ما بعد كل هالتحليل شو هي البلاد النموذجية؟ بالنتيجة البلاد النموذجية طلعوا البلاد الصغيرة من شمال أوروبا مثل الدنمارك وفنلندا والسويد يلي قدروا يوافقوا بين حماية الاجتماعية وحماية الأفراد والليونة الاقتصادية، وكمان من البلاد النموذجية هن البلاد الصغيرة مثل هونغ كونغ وسنغافور. وبالنهاية فينا نقول أنه البلاد الصغيرة لعدد سكانها ما بيتعدى 10 مليون نسمة عندها ميزة بالنسبة للبلاد الكبيرة إذا بدها تعمل إصلاح. بنشوفكم بحلقة جديدة، ما تنسوا تابعونا.